واصلت لجنة إدارة الأزمات اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذلك تنفيذ الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء. وأوضح المجلس أنه يتم إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وانتهت اللجنة إلى عدة نتائج كان من بينها قيام معظم المحافظات بتخفيف الأحمال الداخلية والتزامها بالفعل بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات المحددة مع مراعاتها لتخفيض إنارة الواجهات.